بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada petang yang berbahagia ini, Allah masih lagi mengizinkan kita untuk menjalankan majlis pembacaan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala buat sekian kalinya, majlis yang ke-38 pada petang ini, yang mana kita akan sambung pada muka surat 497 pada kitab Asy-Syahadat pada bab yang pertama dalam kitab ini, bagi hadis yang ke 2676. Dan insya-Allah petang ini kita akan teruskan pembacaan dahulu sementara menantikan Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam bin Mat Husin untuk masuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Beliau ada sedikit perjumpaan pertemuan di Kelantan. Jadi apapun, kita akan mulakan dahulu dan insyaAllah sekiranya beliau berkesempatan, beliau akan bersama-sama dengan kita untuk membacakan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini dengan niat agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia khususnya dan juga kepada seluruh alam Asia Tenggara ini, di seluruh negara-negara Timur Tengah, di seluruh negara umat Islam dan juga seluruh dunia secara umumnya, agar Allah segera segera mengangkat wabak COVID-19 ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina an masyayikhina al-muttasil ila al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamidhatihi وقراء صحيحه وشراح مصنفاته وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات وبه إليه قال: باب ما جاء في البينة على المدعي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها
بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا. وعنه بقال: حدثنا حجاج قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال: حدثنا يونس، وقال الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، وأسامة رضي الله عنه حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة رضي الله عنه فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة رضي الله عنها: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثه السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. باب شهادة المختبي. وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتاده: السمع شهادة. وقال الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وعنه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختيل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد؟ فتناهى ابن صياد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركته بيّن. وعنه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة
فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر رضي الله عنه جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال رضي الله عنه كذلك، إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم، وشهد آخران ب1500 يقضى بالزيادة. يقضى بالزيادة، بل يقضى بالزيادة. وعنه قال: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوى عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وعن أبي قال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. باب تعديل كم يجوز. وعنه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. وعنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا،
فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خير، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلت: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب الشهادة على الأنساب والرضاع وال بل باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه. وعن أبي قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: صدق أفلح، ائذني له. وعن أبي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. باب شهادة القاذف والسارق والزاني. وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وجلد عمر رضي الله عنه أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة،
ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتاده: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان، وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلام كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، بل قال: أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100، بل أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. وعن أبي قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشهد على جور. وعن أبي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرنين أو 3. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وكتمان الشهادة ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. وعنه بي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجري بل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس رضي الله عنهما لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي. فعرفت صوتي. قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها تهجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد
فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. وعنه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، بل حتى يقول له الناس أصبحت. وعن أبي قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء، بل كلكم بنو عبيد وإماء. وعن أبي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، بل أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب قال فجاءت أمة بل فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضع بل وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. باب شهادة المرضعة. وعنه به قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضع بل فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وكيف وقد قيل فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. باب تعديل النساء بعضهن بعضا.
وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ
اتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني، هوني على نفسك الشأ بل فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، وأسامة بن زيد رضي الله عنه حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة رضي الله عنه فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة رضي الله عنها فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة رضي الله عنها: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعم الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه.
فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا، فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوي قد بكيت ليلتين ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني، بل وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا. ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: لا، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات.
فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي بل قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة رضي الله عنها. فأنزل الله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها عن أمري. فقال: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر رضي الله عنه قال: عسى الغوير أبو بل فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤس، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته. وعن أبي قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بل قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب ما يكره من الإطناب في المدح: وليقل ما يعلم. وعنه قال: حدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل بل سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة، وبلوغ النساء في الحيض، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. وعنه قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة،
فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15، فأجازني. قال نافع، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خالد وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. وعنه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم، بل قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب سؤال الحاكم المدعي باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. وعنه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاهدك أو يمينه. نكتفي بهذا وبالله التوفيق. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat meneruskan pembacaan kitab Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia khususnya dan seluruh dunia secara amnya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhenti setakat hadis yang ke 2707 hadis, dan insyaallah akan datang kita akan sambung pada bab yang seterusnya pada hadis yang ke 2708 hadis yang tersebut kita akan sambung. Mohon maaf kepada semua hadirin hadirat muslimin muslimat. Nampaknya Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam tidak dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan direzekikan pada esok hari untuk kita sama-sama membacakan hadis ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan kathira kepada semua para yang hadirin yang bersama-sama dalam pembacaan kita pada petang ini. Mudah-mudahan dengan barakah semua yang ada pada hari ini, maka mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.